اهلا وسهلا اعزائي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع، معاكم فاطمه محفوظ ولايف جديد. طبعا يعني كلنا عارفين وبالوالدين احسانا. عبير شابه عندها ولدين، والدتها بقى لها 4 سنين حصل لها فشل كلوي، كانت بتعاني كتير قوي لحد ما بنتها قررت من 3 سنين ان هي تتبرع لها. ازيك يا عبير؟ الحمد لله تمام، منورانا على تلفزيون اليوم السابع. تسلمي لي حاجة، شكرا. قولي لي يا عبير، عايزين نعرف بقى من اول ما بدأت معاكي مرحلة تعب مامتك الى الان. بصي، هو الموضوع كله كان ماما مرة واحدة كده، شهر واحد بالظبط، يوم 7، مرة واحدة حست ان هي، بصي احنا وقعت مننا كده. فطبعا ماما كانت من بدري بتشتكي من موضوع ماما اجيب لك الميه، بس معلش يا جماعه، هي بس حالتها تعبانه كده لان ميعاد جلستها المفروض بتغسل سبت واثنين واربع، فبتيجي عليها يوم الجمعه عشان طبعا الميه بتبقى كلها على صدرها، بتيجي عليها يوم الجمعه عشان ما فيش غسيل طبعا، هي 3 جلسات في الاسبوع، فبتيجي عليها الميه بتبقى على صدرها مش تقدر تاخد نفسها، وطبعا جلسات بتاخد 3 ايام في الاسبوع، فما فيش جلسه اليوم الجمعه، فعشان كده بس ممكن النهارده تبقى تعبانه شويه عشان الميه على الصدره. بس ف احكي لي بقى الموضوع كله بالتفصيل. الموضوع بقى كله بالتفصيل، ماما تعبت مننا مره واحده زي ما قلت لكم. هي ماما اصلا بتشتكي على طول من تعب في جنبها، بس كانت بتعديه بقى ازاي؟ انها تاخد مسكن، تاخد شريط برشام اللي هو، او كبسوله برشام اللي هي انا بسميها الكبسوله المميته اللي هي الصفرة دي، الكتفين من الصيدليه زي اي حد بيجيبها اللي هي بجنيه دي، تاخدها وتخلص تمام، حست نفسها كويسه، تقوم زي بقى الفل تطبخ تعمل تشوف شغلها، وبعد كده ايه الموضوع خلص، تتعب نفس الكلام ونفس اللي حصل، تعمل كده تاني. مره واحده بقى لما تعبت مننا كده، مره واحده نزلنا بيها الفجر مستشفى، الدكتور قال لنا ان هي للاسف عندها ضمور في الكليتين، ضمور تام في الكليتين، يعني حتى ما فيش مثلا كلى واحده شغاله وكلى واحده فيها ضمور نعرف نعالج الموضوع، لا للاسف. وطلع بسبب المسكنات، لما عملوا عينه من الكلى طلع بسبب المسكنات. فاللي حصل بقى ان الدكتور قال في حلين، يا اما تزرع، يعني هي ملهاش غير حلين، يا اما تزرع يا اما تغسل. طبعا احنا ما كناش عارفين يعني ايه غسيل، ما كناش عارفين يعني اصلا الكلى دي بتعمل ايه في جسم الانسان، ازاي بتصفي السم، كناش نعرف اي حاجه من دي خالص. يعني صدق اللي قال، الواحد لما بيجرب التجربه بيعرف بيها، يعني احنا ما كناش نعرف يعني ايه غسيل كلى، ولا يعني ايه كلى تفشل ولا تتضم، ما كناش نعرف نهائي اي حاجه خالص. ف اللهم صل على النبي، اللي حصل بقى بعد كده قال لنا يا تزرعوا يا تغسلوا زي ما قلت لكم. طبعا انا كان في مفهومي ان الزرع ده يعني ماما بدل الكليتين اللي باظوا احنا نتبرع لها بكليتين غيرهم، يعني ان احنا ناخد مثلا انا واخواتي حد مننا يتبرع لها، يتبرع بكليه من عنده ونزرع لها كليتين. طبعا كان ده مفهوم خاطئ خالص، الدكتور قال لي لا مش كده، هو البني ادم ممكن يعيش بكليه واحده، ولو عملتي فحوصات انت واي حد من اخواتك هتبقى انت نسبه الانسجه يعني عندكم عاليه لانك انت بنتها، او لو انت او حد من اخواتها. طبعا اول تفكير جه في بالي ان انا هتبرع ليه، وانا اخواتي كانوا معايا الحمد لله وكلهم بصراحه يعني لو نطول عينينا كده نديها لماما هنديها لها. فانا ما اقترحتش خالص ان حد اخواتي يبدا بالتحاليل، علشان في كذا سبب. كبيرة عندها مشاكل في المسالك البولية، وعندها اللي هو أملاح زيادة في الكلى والحالب وحصوات وكده، فطبعا لو كانت اتبرعت كانت اللي هي ممكن لا قدر الله تتأذي بعد كده، يبقى أنا عالجت ماما وبعد كده أختي الكبيرة دي لا قدر الله بعد الشر يعني غسلت، يعني اللي هو إيه، يبقى أنا عالجت حد وحد تاني لا قدر الله تعب. فطبعا انا استبعدتها. انا الثانيه، انا البنت رقم 2، احنا 4 بنات وولد، انا الثانيه قلت تمام انا اللي هتبرع. الثالثه اصغر مني كان وقتها، يعني احنا بنتكلم من 4 سنين، ما بنتكلمش من دلوقتي، من 4 سنين كانت اختي دي لسه مخطوبه وما اتجوزتش، ولسه طبعا شابه ما بدأتش حياتها ولا اي حاجه، كنا لسه بنجهزها. فاللي انا اقول لها اتبرعي، لا حرام عليا، ممكن يحصل حمل بعد كده، لسه ما دخلتش دنيا حمل وولاده وكده، ومعروف الحمل للكلى الواحدة ممكن يعمل لها ارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم ده اصلا مصيبة في حد ذاته لو حد عنده كلية واحدة، لان ده اللي بيدمر الكلى، ولا قدر الله ممكن يحصل لها بعد الشر بعد الشر زي ما حصل لماما.
كده برضو استبعدت اختي الثالثه. جينا بقى عند اختي الصغيره دي، اصلا عندها كان وقتها عندها 11 سنه، دلوقتي ما شاء الله 15 سنه. واخويا هو صراحه يعني هو راجل البيت، هو اللي كان بيصرف على ماما. يعني انا اخويا ده اصغر مني ب4 سنين، بس قلت هيفتح بيت ازاي بعد كده وشغل وشقه ازاي، يعني بتبقى واحده وهو اللي بيصرف على ماما، يعني لو هو واقع مين اللي هيراعي ماما. فقلت خلاص انا بقى قلت خلاص الشروط كلها واقفه عليا انا. طبعا اخدت راي جوزي في الاول عشان ما اضحكش عليكم، زي اي راجل مصري عارض، طب ولادك، طب هتعملي ايه لو لا قدر الله حصل لك حاجه. قلت له احنا نروح للدكاتره ونشوف الدنيا فيها ايه. كتر الف خيره بصراحه هو ماشي معايا في الموضوع ده، الدكاتره كتير. وقال له يعني اللي انا اول مشيت مع دكتور خاص وعمل لي جميع التحاليل على جسمي، تشيك اب كامل، كلى، سونار، بطن، كل حاجه. لا الحمد لله اللي انا مفيش اي حاجه عندي ان هي تمنعني ان انا اتبرع. راح قال لي خلاص على خيره الله امشي في الاجراءات. فطبعا عقبال ما مشيت في الاجراءات كانت ماما اصلا يعني جسدت بقالها 3 شهور، انتوا عارفين يعني اللي هو ايه، عشان تبع يعني احنا ماما تامين مش خاص، يعني احنا للاسف ما كانش معانا مبلغ العمليه كامل خاص عشان نزرع لها. فطبعا مشينا تبع التامين، والف حمد والف شكر ان ماما ليها تامين صحي بصراحه، حمدت ربنا على النعمه دي، لان الحاجات دي مكلفه جدا جدا بره. فان انا اعملها تبع التامين الصحي كانت بالنسبه لي نعمه من عند ربنا. المهم مشيت بقى في الاجراءات 1 2 3. طبعا كانت ماما مش موافقه خالص بالموضوع الكلى وان انا اتبرع لها. طمنتها مع الوقت، بقيت اخدها كده عارفين اللي انا ايه، بزقها كده زق اللي انا عارفين الطفل الصغير لما بيبقى صغير مودينه الحضانه وعاملين تزقوه كده او تشدوه عشان يدخل، يعني يدخل الحضانه كده. ماما كانت كده بالظبط، كنت عماله اشد فيها تدخل المستشفى، يا ماما هنعمل مثلا التحليل ده ونطلع، يا ماما هنعمل بس ده ونطلع، لا انا مش عايزاك تتبرع عليا يا ماما، يعني تعالي بس معايا نعمل وبعد كده ابقى نفكر، يعني نظبط دنيتنا ونظبط تحاليلنا ولو في توافق ان شاء الله تبقي تفكري. فعلا عملت كده معايا، بقيت اخدها. عايزه اقول لكم والله يوم تطابق الانسجه ده عمري ما هنسى اليوم ده. الناس كلها كانت في المستشفى في مدينه نصر واقفه مستنيه قدام معمل زرع الاعضاء، كله عمال اللي هو يدعي يا رب التوفيق، يعني اللي يزرع لابنه واللي بتزرع لبنتها واللي بيزرع لابوه، يعني في كذا حاله غيري وكبد وكلى وجميع انواع زراعه الاعضاء. فطبعا الناس كلها كانت عماله تدعي وعماله تقول ايه، يا رب يا رب التوفيق ينجح يا رب. ودي ماما قاعده تدعي تقول ايه، يا رب التوفيق ما ينجحش، يا رب التوفيق ما ينجحش، اللي هو عمال والله يا ماما يعني بص الناس بتدعي ايه، وانت بتدعي تقول لا انا مش عايزه اخد، انا مش عايزه اعرضك لحاجه وانا خايفه عليكي وانت معاكي عيله. والله يا ماما والله ما تقلقي، والناس اللي جنبنا بيطمنوها، وكان معانا كمان بنت بتتبرع لابوها اللي هو اطمني والله في كذا حاله زي. لا ف هجيب لك ميه. ف اللهم صل على النبي. فانا لما طمنتها بصراحه لما طمنتها اللي هو ايه ساكته. المهم اول بقى ما النتيجه طلعت قالوا لنا عبير وراضيه، الانسجه متطابقه بنسبه 95%. طبعا انا فرحت جدا، ودي كانت حزينه اللي هو كانها ميت لها ميت، يا ماما افرحي لا ما فيش. المهم لحد ما الحمد لله برضو مع الوقت اطمنت، ومع الوقت وديتها لدكاتره كتير واطمنت للموضوع، بل بالعكس بدات تطمن، كان ربنا كل مره ما بتمشي في طريق اللي هو كل ما بتمشي في حته تبص تلاقي ناس، يعني كل ما تصرف دواء او حاجه وتسالهم اه ده انا والله بنتي، يعني قابلت ست كبيره بتقول لها ده انا ابني متبرع لي بقاله 15 سنه، واللي مثلا وقابلت مثلا في صدفه في حدث تانية مثلا اللي والدتها اللي متبرع لها، او يعني العكس فاهميني. فلقيت الموضوع التبرع كويس، وموضوع التبرع الحمد لله ما بيأذيش. فعشان كده مع الوقت اتطمنت، وبرده لحد دلوقتي في بنت قدي في السن ربنا يا رب يحميها بتتبرع على اخوها، وبرده معاها عيال زيي، يعني انا معايا ولدين. نسيت بس اقول لكم على حاجه، انا فكره التبرع برده جات لي ان انا معايا ولدين ربنا يحميهم يا رب ويبارك فيهم، ومش ناويه اخلف تاني الا لو اراده ربنا طبعا حكمت بكده، يعني كل شيء باراده ربنا. بس انا ناويه ولدين على قد برده ما هربيهم واكبرهم وكده، فانا ما فيش نيه ان انا احمل تاني او حاجه، يعني ان شاء الله ما فيش اي ازليه. برده انا بمشي على نظام صحي، ما بحبش ان انا ازود في اكل الملح، الحوادق، يعني ده نظام اصلا حياتي، الشطه مش موجوده في بيتي، فاللي هو انا محافظه على نفسي. فان شاء الله باذن الله كده انا هحافظ عليها، يعني عارفين انت ايه، انا حاجه هحافظ عليها باذن الله عشان ما تاذيش. طبعا لو حصل حاجه لا قدر الله بعد كده يبقى نصيبي،
وفي ناس بتتولد بكليه واحده. يعني انا في ناس كتير قوي 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 والله، اخرهم طفله لسه شايفاها على الجروب كده امبارح اللي انا متابعه عليه، الطفله 3 سنين ونص كليتها وقفت، اللي هو ولا اتبرعت ولا اي حاجه، واكتشفوا ان هي ما عندهاش غير كليه واحده. فاللي هو يعني ناس كتير قوي ما بتكتشفش موضوع الكليه ده غير بعد سنين وبيعيشوا بيها. يعني لو ممكن البني ادم يعيش كمان بربع كليه على راي الدكتور، ان هو لو ماما لحقناها في موضوع الضمور ده، ما كانش يعني لو كان حتى لحقناها من 2 3 سنين قبل ما تغسل، كان ممكن يبقى كلى فيها ضمور ونص كلى شغاله، كان ممكن تقومها. فبس كده، ده كده كل اللي حاسس صار. طب قولي لي، انت مستعده؟ مستعده جدا، مستعده جدا جدا جدا. ده انا بتمنى العمليه تحصل والله النهارده قبل بكره، اللي هو يعني انا الميعاد ده مستنياه والله العظيم بقالي 3 سنين، 3 سنين كده مستنيه الميعاد ده. ف اللهم صل على النبي، يعني بنفسي الايجار تخلص بسرعه، نفسي يعني انا الغصب عننا اللي وقفنا طول 3 سنين في اجراءات حكومه. اقول لكم احنا لما بدانا عدينا شهرين، وغصب عن اي حد الموضوع الكورونا ده لما جه طبعا موضوع يعني العالم كله اتاثر بيه. فالعمليات وقفت، كل حاجه وقفت، الاجراءات كلها، المستشفى كلها. لو انتوا فاكرين سنه شهر 3 بالتحديد 2020، احنا كنا خلاص داخلين على العمليه اللي احنا تحليل حاجه اسمها اجسام متضامنه هتعملها، وبعد كده هنعمل العمليه ان شاء الله. وقدره فعل ان العمليات كلها وقفت. وطبعا لما سالت الدكتور قال لي ده علشان لا قدر الله ما تحصلش اي عدوى ولا تحصل اي حاجه للزرع بالذات، لان عمليات زرع الكلى بتبقى من ادق العمليات اللي محتاجه رعايه، محتاجه ان المريض يبقى ما في يعني اللي هو مش اصلا عنده مناعه. فاللي هو مع اقل يعني لو طفل مثلا بعيد عنها وعنده برد ومش حاسس بيه، ماما هتعيا. ليه؟ لان هي ما عندهاش مناعه اصلا. فالموضوع كان طبعا واقف مع الموضوع الكورونا سنه ونص. وبعد كده بعد السنه ونص عدت بقى كل التحاليل تاني، الاشاعات. عايزه اقول لكم الاشاعات والتحاليل دي يعني بصوا، الواحد بيخلص من حاجه يدخل في حاجه تانيه، مسح زرع على الكلى، مسح زرع على الجسم كله، اللهم صل على النبي، حاجات كتير والله ما فاكره، بس حاجات كتير جدا جدا، الاجر بتاعتها كتير. طب انت بقى كبنت، اول انت عندك كام سنه؟ 29. 29 سنه بتتبرعي لمامتك بجزء منك، وطبعا ما فيش حد اعز علينا من امنا وابونا ان احنا نتبرع لهم واهلنا. طبعا يعني ملوش خير في اهله وملوش خير في حد. تحبي تنصحي البنات او الشباب بايه؟ هقول لك على حاجه من واقع تجربتي، ومن واقع اللي انا شفته في يعني انا عاوز اقول لكم، انا ماما اجيب لك حبه ميه حتى. هو يا جماعه بس انا حتى لو هو الميه اصلا غلط عليها، معروف ان اللي بيغسل كلى ده اصلا ما بيشربش ميه، عشان كل بق ميه سبحان الله على الكلى دي. يعني الواحد اصلا ما عرفش اي حاجه عنها غير بعد كده، ان الكلى دي هي اللي السموم والميه وكل حاجه اللي في جسمنا اللي بنطلعها من الاكل ومن الشرب كله بتتصرف عن طريق البول. الكلى دي هي اللي بتعمل الكلام ده. فلما الكلى يبقى واقفه الميه بتبقى هنا على صدرها، يعني بق الميه بيبقى هنا على صدرها. فانا اصلا عايزه والله اشرب ميه بس تهدد يعني حتى باللي رقها، وفي نفس الوقت خايفه عليها ان الميه ما تزيدش اكتر وتتعب. المهم حضرتك كنت سالتيني ايه؟ نسيت. كنت بسالك تحبي تقولي ايه. من واقع تجربتي في موضوع الورق، وان انا على طول في المستشفى، وموضوع زرع الكلى ده بالذات، انا صادفني راجل كبير بجد بجد ربنا يسامح بنته على الموضوع ده، ان هي بعد ما خلصت الورق وكده، وكانت يعني هي خلصت معاه الاجراءات وخلصت معاه كل حاجه، ووالدها ده عمل لها كل التحليل على حسابه وبرضاه وبرضا زوجها ان هي من الاول هتتبرع له. لقيته بيبكي كده وبيعيط، فبقول له مالك يا حاج وكده، قال لي ده انا جاي اسحب الملف بتاعي. فبقول له الكلام ده كان مستشفى مدينه نصر، فبقول له ليه يا حاج مالك؟ قال لي ده بنتي بعد ما مشيت في الورق رفضت، بتقول لي جوزها رافض. طبعا انا مش هلوم زوجها، يعني انا مش هلوم زوجها، او يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس اللي هو ايه، طب انت ليه تعشمي من الاول؟ ليه تقولي مثلا يا بابا انا هتبرع لك، او اللي انا مثلا اللي انا مثلا يا بابا هتبرع لك، او اللي انا هنقذك؟ ماشي، وتقولي جوزها والله كان موافق من الاول. فيا جماعه بلاش العشم في الحاجات دي، يعني انتوا قدامكم المريض، قدامكم سواء ابوكي امك اخوكي اختك، لو انت عندك نيه بالتبرع او ان انت تنقذيه ما تغيريش رايك بعد كده، لان العشم في الحاجات دي وحشه قوي قوي. تخيلي لما تبقى حد، بصوا ما تزعلوش مني، يعني ممكن الناس تزعل مني، بس موضوع الغسيل ده بالنسبه لي موت. يعني انا بالنسبه لي الغسيل ده موت. ليه؟ نص اليوم بيضيع في الجلسه،
وما تعرفيش ايه اللي بيحصل في الجلسه. يعني عايزه اقول لك ماما قدامها بتحصل، مش عارفه اقول لكم بس عشان ما يبقاش برضو في سلبيات في الموضوع، بس موضوع الغسيل والله يا جماعه صعب جدا، صعب جدا جدا. فاللي هو انتوا لو هتنقذوهم من الموضوع ده اتبرعوا، يعني والله ده ابوك وامك او اخوك واختك، بلاش تلجأوا للمتابع الغريب. المتابع الغريب ده بيبقى كل همه الفلوس، بس انتي لما بيبقى الانسجه بيبقى متطابقه اكتر في الاب او الام او الاخ او الاخت او الابن او الابنه. ربنا يجعل لك نصيب من اسمك يا حاجه راضيه. من ورانا يا حاجه، الحمد لله على سلامتك وان شاء الله تقومي بالسلامه. الله يسلمك. معلش اطلب منك، هتعبك وهجهدك، ممكن تعلي صوتك شويه معايا عشان الناس. الله يسلمك يا حبيبتي. الله يسلمك. الله يسلمك. انا عايزه بقى تقولي لي ايه احساسك لما خلاص بنتك قررت ان هي اللي هتتبرع بالكلمه. والله انا مالي غرض بنتي تتبرع علي، بس غصب عني وجبرتني وجابت لي عروض وجابت لي ناس ومش عارفه والله. الا انا والله ما انا موافقه بنتي، بس غصب عني من وجعي ومرضي ومش لاقي يعني حيله. بصي الدراحه، بصي الدراحه، يعني الجلسات اصلا انا مش لاقي حيله. وماما عامله عمليه يا جماعه في ايديها هنا. مش لاقي، انا عامله تاني عمليه. يعني بصي هي عامله عمليتين في دراعتك هنا الغسيل. طيب فالحمد لله هي عرفت تقنعني عملت ايه بقى؟ عايزاكي تحكي لي كده عشان تعرفي تقنعك ايه اللي حصل معايا. انا يعني الاول كنت رافضه وفي التحاليل رافضه وفي ده رافضه وزعلانه بين نفسي وبكلم نفسي بالليل، بقوم اقعد واكلم نفسي بالليل دي بنتي وازاي طب حياتها ومعاها ولدين ومعاها راجل مسؤول عنها، طب ليه انا اخد من بنتي واتعبها هي؟ طب مش بقى. بعد كده بنتي عرفت تجيبني واحده 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 كده، واخده بال حضرتك؟ فهي اقتنعتني بالناس وجابت لي حضور كده، بس الحمد لله الحمد لله. طب قولي لي يا ماما، انا مش عايزه اجهد حضرتك، قولي لي طب يعني ايه الحاجات اللي هي عملتها عشان تقنعك بيها؟ انا برضو عايزه اعرف ايه الحاجات اللي احنا. والله ودتني عند ناس وجابت لي ناس، يعني ودتني عند ناس اقتنعت برضو، معايا ناس بتزرع معايا نفس حالتي، معايا حالتي الدكتور الخاص ودكتور الخاص ودته لي اللي لا ده لا وكلها، يعني هي عرفت تقنعني كويس، هي عرفت عشان هي بسم الله ما شاء الله متعلمه عني ومنوره عني وكده. طيب قولي لي ايه تاني يعني برضو قدمتيه وعرفتي تقنعي ماما بيه عشان تساعديها في ان هي توافق بالعمليه؟ يعني الموضوع برضو وديتها دكاتره كتير، يعني اللي هو ايه اقنعوها اللي هي ما فيش اي غلط على العمليه خالص، وما فيش اي يعني ما فيش اي اللهم صل على النبي اي عوائق مش عارف. كلمني شيخ، كلمت لي شيخ، كلمت الافتاء، دار الافتاء، كل حاجه عملتها. ودار الافتاء بتمنع التبرع بالكلى، التبرع بالاعضاء اصلا حرام، تمام، الا في حاله لو مثلا هتتبرعي بدون مقابل، يعني اهم حاجه ما يكونش فيه فلوس للكلى يعني للتبرع ده. انما اللي بيحصل دلوقتي وتبرع الكلى واللي هو فلوس والكلام ده كله اصلا حرام شرعا، وانا من رايي ربنا مش هيبارك فيها. يعني انا لما اجيب متبرع غريب واخد منه يعني اديله فلوس واخد كليته، يبقى انا كده اخدت حاجه هو اتفرط في حاجه مش ملكه، اللي هو حرام اصلا يعمل كده. فلما طبعا سالت دار الافتاء عن طريق الموبايل، بيبقى يعني في استشاره كده وانا بتابعها، ان انا والدتي مريضه فشل كلوي وبتغسل كلى ودرعاتها الاثنين. يعني بصي يا مدام فاطمه، هي بس العمليه لو حطيت ايديك هتلاقي العمليه شغاله، ممكن تخافي. هنا ماما عامله عمليتين في دراعتها الاثنين، ان هي دراعتها عندها، بصي يعني انا عندي زي ماما بالظبط، العروق بتاع ماما بص العروق ضعيفه اخي خالص، ماما زي بالظبط. فما بيجي يغسله الدم بيتجلط في المكنه، الدم بيتجلط. فطبعا اول عمليه فشلت، عملت عمليه ثانيه في ايديها الثانيه، فاللي هو ماما متبهدله شويه، تغسل من ايديها دي وشويه دي، ولما بيقفله بتغسل مهوكر من الرقبه. فانا حرام عليا انا اشوفها كده وما تبرعش. وسالت طبعا دار الافتاء عن الموضوع دوت، قالوا لي لو في عائق، المريض تعبان ومحتاج يزرع وهو تعبان فعلا حاجات تعيقه عن الغسيل، يجوز التبرع، بس اهم حاجه يكون بدون مقابل مادي. ربنا يعني اهم حاجه خير بدون مقابل مادي. ربنا يجازيكي خير ويجعله في ميزان حسناتك. ان شاء الله يا حاجه راضيه احنا هنبقى مع حضرتك وهنبقى مع استاذ عبير لحظه، وان شاء الله ربنا يخليك. انا بس عندي طلب لوزاره الصحه، لو حد بس بيسمعني في وزاره الصحه، وانا طبعا عارفه ان مشكله الكورونا هي اللي اخرت الورق بتاعنا، بس انا عندي بس رجاء دلوقتي الموضوع بتاعنا كله واقف،
احنا عملنا كل حاجة والفحوصات. ان دلوقتي الموافقة عملناها الحمد لله بقالنا اسبوعين في اللجنة الطبية في مدينة نصر. رحنا امبارح عشان ناخدها قالوا لنا لسه ما طلعتش. انا بس يعني طلبي الوحيد ان الموافقة بتاعتنا تطلع بسرعة. والاهم حاجة برضو ان المستشفى اللي احنا نزرع فيها دي بتقول يعني طبعا بتقول لي اللي بيخلص ورقه الاول هو اللي بيدخل الاول. طيب مفيش مراعاه بقى للمرمطه اللي احنا اتمرمطناها دي من 3 سنين. يعني انا في ناس مخلصه بدء الاجراءات من شهرين 3 ومن 4 شهور او مثلا من 6 شهور وممكن تبقى تزرع قبلنا. طب هو المفروض الاولويه مش للي مش اللي بدأ الاجراءات من بدري او اللي بقاله 3 سنين متمرمط في الاجراءات دي. فانا طلبي ان مثلا يعني تلغوا بس موضوع الدور واول ما اخد الموافقه يعني نعمل العمليه على طول. لان انا ما اعرفش النهارده ممكن يحصل ايه يعني على الجلسه. الجلسه صعبه صعبه جدا جدا والله يا جماعه. فانا دلوقتي ما بين المريض والتاني المستشفى بتقولي في فاصل 3 اسابيع شهر. فاللي هو لو في قدامي 6 خلصوا انا هستنى 6 شهور او 7 شهور الله اعلم كام قدامي. فانا اليوم مع ماما يعني اليوم مع ماما صعب. فاللي انا عايزه الورق يا ريت يخلص بسرعه الموافقه تيجي بسرعه فده طلبي الوحيد بس. يعني لو حد بيسمع من وزاره الصحه يعجل لي بس في الاجراء وما يبقاش ليا دور. يعني انا كفايه السنين اللي ضاعت دي في الغسيل. يعني انا ماما الحمد لله كفايه القلب دلوقتي بقت 62%. الله اعلم بعد كده ممكن تبقى كام في الميه. ولو القلب لا قدر الله جرى له حاجه ربنا يجازيكي خير ممكن العمليه توقف. فانا ان شاء الله يعني انا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجازيكي خير وان شاء الله العمليه تتعمل واحنا هيبقى معاكي يا رب. والله بصي يا صفاء بتمنى اليوم ده يعني يجي النهارده قبل بكره. يعني بتمنى اللي هو نفسي العمليه النهارده يقولوا لي بس تعالي يلا هنعمل العمليه وتعالي تحجزي. يعني بجد ان شاء الله يا رب يعني والله يوم المنى ده. انا بقول لماما بصراحه يعني اول ما تعمليها هدبح حاجه. يعني هو مش عارفه اعمل ايه بس على حسب مقدرتي هعمل ان شاء الله هدبح حاجه واطلعها كده لله. دي مني انا يعني دي مني انا. ربنا يجازيكي عنها خير. الحمد لله ان انت عندك بنت جميله وربنا يحميها لك ويقومكم بالسلامه انتوا الاثنين. شكرا اعزائي ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع. كانت معاكم فاطمه محفوظ ولايف جديد.